نعمل دلوقتي سلطه المانجا بالكزبره. المكونات: مانجا متقطعه ومتقشره، جزر، كزبره فريش، ليمون، بودره ثوم، كاجو، طماطم وخيار. هاخد الطماطم، هاخد الخيار والجزر، هشيل بس الحته اللي ايه اللي دبرت دي من قدام كده، وهقطعهم مع بعض الاثنين بالطول، اسف الاثنين دوائر، يعني احطهم بالطول كده واقطعهم دوائر كده. كفايه جزر، كمل الخيار. طبعا ناس كتير قوي بتقعد تقول سلطه مانجا، سلطه مانجا، اي فاكهه ممكن تتعمل سلطه، التفاح بيتعمل سلطه، كل حاجه بتتعمل سلطه. ده كمان بتتعمل تشاتني، بس بتبقى حراقه. تشاتني ده زي مخلل او مش مخلل او مخلل، تحط عليها بقى مستردة سيد حبوب، وبتحط عليها حاجات كتير قوي، جينجر وسكر وخل، وبتبقى حراقه جدا. هما كل الاكل في الفار ايست كله حراق، هي بس المشكله ان انا مش هقدر اعملها، انها بتاخد لها يمكن ساعتين على النار، لحد لما بتبقى المانجا تقريبا زي ما بتقول كده تبقى خلاص بقت مربى، بس مربى حراقه. والبصل بيتعمل برضو مربى حراقه، وكل والتفاح، كل الفاكهه تقريبا. في حاجات بس بتبقى صعبه شويه، يعني الفراوله بتبقى صعبه انها تتعمل. عايز اعمل دريسنج، معلقتين زيت، معلقه ميه، بودره الثوم، ملح وفلفل، وهاخد الكزبره الفريش احطها كلها في الدريسنج. يبقى ده خلاص وده خلاص. نص ليمونه على الدريسنج، ده ما فيهوش بذر خالص. والمضرب، وقلب الدريسنج كويس، وبعدين احط المكونات كلها في الطبق واحطها على بعض. بصوا نقطه المايه الصغيره دي خلت الدريسنج بقى لازق جدا عشان يمسك في الخضار. طماطم وخيار وجزر، وبعدين المانجا عليهم.